تشاهدون في هذه الحلقة: تعز تحتفي باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بحملات توعوية، وفتيات المدارس أبرز المستهدفين. سوق الأسماك المركزي في تعز حيث يتوفر الجلب باستثناء سمك الديرك. صابر ناجي أنموذج للخباز الماهر، والرشوش البلدي أجود ما يصنع. مرحبا بكم من جديد. مبتدأ حلقتنا كالعادة موجز سريع لأهم الفعاليات التي شهدتها تعز خلال هذا الأسبوع. أقيم بمدينة تعز بازار خاص بالمرأة المنتجة بمشاركة 200 امرأة من المعيلات في المحافظة. وتضمن البازار الذي نظم برعاية وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عددا من المعروضات في الأزياء النسائية وملبوسات الأطفال، وأنواعا متعددة من الإكسسوارات والأشغال اليدوية كالكوافير وصناعة البخور والعطور والحقائب وغيرها. دشنت بتعز دورة تدريبية في مجال التعليم باللعب لمربيات رياض الأطفال، وتهدف الدورة التي ينفذها الصندوق الاجتماعي ضمن برنامج التمكين من أجل التنمية إلى إكساب 18 متدربة من مديرية مشرعة وحدنان بصبر العديد من المفاهيم التربوية التي تعتمد الوسائل التعليمية من البيئة المحلية مع مهارات تعليم باللعب لأطفال الرياض في مدارس التعليم الأساسي. مشاهدينا، يعد مشروع خطوة آمنة واحداً من المشاريع المهمة التي تطلقها منظمة محلية في تعز، وتستهدف من خلالها الفتيات في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. ورغم تزايد العنف ضد النساء في تعز بفعل تأثيرات الحرب، إلا أن مثل هذه القضايا الحساسة تظل بعيدة عن اهتمام الدوائر الرسمية، وهو ما يضع عدة تساؤلات. من منطلق أن العمل في بيئة ملائمة هو الضمان لوصول الرسالة مع تركها بالغ الأثر، لذا فقد كان الاختيار مدرسة زيد الموشكي كبرى مدارس تعليم الفتيات بتعز أهميته لتدشين حملة 16 يوما التي أطلقتها منظمة شباب بلا حدود بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 من شهر نوفمبر من كل عام. استهدفنا الفتيات في المدارس لأن فئة الفتيات في المدارس هي أكثر فئة محتملة لتعرضها للعنف في المستقبل، فلذلك كان استهداف فتيات الثانوية. فالحملة تعتبر مهمة لرفع الوعي بعدم بالعنف ضد المرأة، كيفية تصرف المرأة في حالة تعرضها للعنف. مشروع أورنج خطوة آمنة أولى هذه الفعاليات التي استهدفت من خلاله المنظمة طالبات مدرسة الموشكي بهدف التوعية بحقوق المرأة وتعريفهن بمراكز الدعم والإسناد الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء. هذا المشروع تحديداً يدعو إلى ترسيخ ثقافة الإبلاغ عن حالات العنف والتعريف بالمساحات الآمنة للنساء والفتيات، واللي هي تعتبر كمراكز تحتوي النساء المعنفات وتقدم لهن الدعم النفسي والدعم الاقتصادي والدعم الاجتماعي وكذلك الخدمات القانونية. الطالبات لا استمتعنا بفقرات متنوعة عبرنا عن ارتياحهن، وقد أدركنا أن المرأة يمكن أن تدرأ عن نفسها مخاطر العنف باللجوء إلى مراكز المناصرة. استفدنا من الفعالية هذه استفادة كثيرة جدا، خصوصا ما يتعلق بالمرأة، فنشكر أولا من قام بهذا البرنامج، كون هذا البرنامج يعني سوف يعني يشغل يعني كمية كبيرة طبعا من البرنامج، أو قد يكون مميز عن غير من البرنامجات التي قيمت سابقا، كونها يعني خاصة بالمرأة، وكوننا يعني كثير من المجتمعات ما تنظرش للمرأة يعني نظرة يعني كاملة أو ما تستحق الاهتمام. إحنا كمان نحتاج إن إحنا نتوعى أكثر علشان بالتالي ننقل هذه المعلومات للطالبات،
ان احنا نعرف فين ممكن الواحد يلقى. احنا نحاول دائما ان نقول له الجئي لي انا كاخصائيه كاستاذتي الجئي للاب اذا كان الاب اكثر عقلانيه، الجئي للام، الجئي للخال، الجئي للعم، للجد، الجئي لمن تعرفين باسرتك انه اكثر عقلانيه ممكن ياثر في المشكله اللي انت فيها. وإذا كانت المرأة في تعز التسعى في هذا اليوم العالمي لمناهضة العنف تجاهها، فإنها تعتبر حرب ميليشيا الحوثي الإنقلابية على تعز، والتي أودت بحياة الكثير من النساء، هي أكبر عنف تتعرض له المرأة، إضافة إلى ما يسببه الحصار المفروض على المدينة منذ 5 سنوات. الضغوط النفسية بشكل عام، تأثيرات الضغوط الاقتصادية وانهيار العملة في تعز، الحصار وآثار الحرب النفسية التي تعرض لها المجتمع، كلها أسباب لزيادة نسبة العنف في المجتمع. تشير التقديرات الدولية إلى أنه من بين كل 3 نساء في العالم تتعرض يومياً امرأة واحدة للعنف، وهو ما يستوجب الوقوف أمام هذه القضية والتذكير بها والسعي لمناصرة النساء المعنفات باعتبارها قضية تهم المجتمع وتأثيراتها لا تقتصر على المرأة وحسب. ولتسليط الضوء على وضع المرأة في تعز بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، يسعدنا أن نستضيف الدكتور سوسن الحضرمي عميد مركز دراسات وتنمية المرأة بجامعة تعز. أهلا بك دكتور سوسن. أهلا بك. من بين 3 نساء في العالم هناك امرأة تتعرض للعنف، هذه دراسة وتقديرات للمنظمات الدولية. ماذا عن المرأة في تعز وكيف هو وضعها؟ المرأة في تعز متعرضة للعنف أيضا، ولكن للتعرض نوع معين. من حيث لو نجي نجدها فهي ناتجة المتعرضة عن أكثر شيء عن الناتج عن الحرب، فهي نجد نساء كثيرات وناشطات كثيرات من الفتيات التي كان الموت من نصيبهم نتيجة القصف عليهم، ومن هناك كثير أيضا من النساء من الذين كانوا حصدوا نسب عالية من حيث الإصابات الجسدية. وإن كان جينا نتكلم عن نتحدث عن العنف مثلا الأسري، هناك عنف أيضا أسري موجود لدى النساء، ولكن بطبيعة المرأة هناك ميزة لا تستطيع المرأة أن تذهب إلى جهات اختصاص أو أن تشكو، كانت من قبل كان العنف من قبل الزوج أو كان من قبل الأب أو أو أو, أو. إلى ماذا يعود ذلك؟ هل لا يوجد هناك مثلا وعي لدى المرأة بالمطالبة بحقوقها أو الدفاع عن نفسها، أم أن العادات والتقاليد هي التي تحكم؟ بالضبط، لا، ليس بمسألة الخوف، ولكن هي العادات والتقاليد هنا تلعب دور كبير. مهما كانت مهما كان تطور المرأة ومهما حصلت المرأة على وكذا، لكن في النهاية هناك عائق يعيقها من التوجه إلى جهات اختصاص بالشكوى حول هذا العنف، ولكن أيضا بنسبة لا بأس بها، وإن وجدتها أيضا من خلال طالبات الجامعة هناك من يرفض هذا العنف، وإن كان حتى العنف لفظي، وبالتالي يعني وجدنا ولمسنا كثير من الفتيات يشكو من بعض التعرض من قبل زملائهم، ولكن نستطيع أن نوقف أمام هذه المشكلات. مثلا إذا تحدثنا بالأرقام، هل لديكم إحصاءات عن حالات العنف الممارسة ضد المرأة في تعز تحديدا؟ للأسف لا، لا توجد إحصاءات معينة، لا توجد إحصاءات، والدليل قلنا إنه أحياناً الإحصاءات قد تكون فقط موجودة في بعض منظمات المجتمع المدني حول الانتهاكات اللي تعرض لها المرأة، لكن نحن في الجامعة لسه في بداية العمل، ولكن إحصائيات زي ما قلنا إحصائيات حول العنف بسبب عدم لجوء الكثير من النساء إلى الجهات، وبالتالي لا توجد إحصائيات معينة. من خلال تواجدي فعلا هي الآن في ازدياد نتيجة كثير نزوح أو هروب كثير من الفتيات من الدراسة، وبالتالي تجد أنه الملجأ الوحيد هو الزواج، ولكن نحن كمركز
بحوث ودراسة تنمية المرأة، ونستطيع أن احنا نقف أو نعمل بالحد قدر المستطاع للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت، إلى جانب العمل على عودة الفتيات المتسربات من المدارس والالتحاق بالدراسة. تأثيرات الحرب لا تقتصر فقط على جانب العنف أو القصف، أو هناك أوجه أخرى مثلا التدهور الاقتصادي والوضع المعيشي الصعب، هذا بطبيعة الحال يؤثر على نفسية الرجل وبالتالي ينعكس كعنف ممارس من قبل ضد المرأة. كيف تنظرون إلى هذا الأمر في مركز دراسات تنمية المرأة؟ سبقت وتحدثت قبل شوية أيضا حولها، أنه المرأة ممكن نتيجة الحرب التي تعيشه وفقدان الزوج للعمل مصدر الرزق، هنا استطاعت المرأة أن تكون بديل للزوج في اتخاذ بحيث تعيش حياة مستقرة لأولادها. نجدها حتى في الصباح الباكر هي من تذهب لقلب الماء، وهي من تعمل، وهي في المدينة أو كان في الأرياف، وبالتالي هي استطاعت أن تعوض هذا. بالرغم من كل ذلك أحيانا تجي في آخر اليوم تجد لا تجد كلمة طيبة أو تجد، ولكن مع هذا نحن بطبيعة المرأة العربية أو المرأة اليمنية تتقبل وتحاول أن تعيش من أجل أولادها، لا يشعرون بما تعانيه، وهي دائما هي التي تتحمل وهي التي رسالة أخيرة لكل امرأة تتعرض لعنف، امرأة يمنية أو امرأة بشكل عام، رسالتك لها؟ دائما أقول على المرأة أيا كانت أن لا تسكت، يجب على المرأة أن نبتعد عن الخضوع والذل والخوف من أن يحصل كذا. حتى في أرباب العمل الآن في توجهات كثيرة، مثلا في صدور قانون تحرش مناهضة العنف ضد المرأة في العمل يعني، وهو ما قامت به منظمة العمل الدولية في 2019. وبالتالي أنا أوجه رسالة إلى كل النساء على عدم السكوت أيا كان لهذا العنف، كان لفظي، كان تحرش جسدي، حتى عن طريق الملامسة. وبالتالي يجب عليها أن لا تسكت على هذا، لأنه هناك معنى السكوت قد يجد البعض بأنه رضوخ وقبول بذلك. فبالتالي لابد أن احنا جميعا نتحد ونتفق على أساس أن لابد نقول لا للعنف ضد المرأة. الدكتورة سوسن الحضرمي عميد مركز دراسات وتنمية المرأة بجامعة تعز، شكرا جزيلا تواجدك معنا ضيفتنا في هذه الفقرة. شكرا. مرحبا بكم من جديد. يعتبر سوق الأسماك من مدينة تعز من الأسواق المهمة التي تحظى بإقبال الكثير، ورغم حركة البيع والشراء في هذا السوق الواقع وسط المدينة، إلا أن ارتفاع الأسعار تحول دون حصول البعض على ما يريدون من لحوم الأسماك. نتابع. مع بداية كل صباح وما إن تدب الحركة في المدينة حتى يبدأ نشاط سوق بيع الأسماك الواقع ضمن مجمع السوق المركزي وسط مدينة تعز، كالمعتاد وبشكل يومي يتموضع الباعة في مواقعهم، الكبار في محلاتهم، والبعض ينتشرون على مداخل وأروقة السوق في أماكن تم تحديدها سلفاً، وأضحت أماكن يتعارف الباعة عليها ويعرفها المرتادون استعداداً لعرض جلبهم وبيعه. مع مرور الوقت وفي ظل توافد سكان المدينة على هذا السوق الشهير، يزدحم المكان فتنتعش حركة السوق لتصل ذروتها عند الظهيرة. ترى الناس وهم يفاصلون في أسعار الأسماك بيعاً وشراءً، وفي ظل توافر أسماك لا حصر لنوعياتها ومسمياتها. البياض، الديرة، الثماد، الزينوب، أبو عين، العنفلوصات، الجحش. أغلب من تصادف يجيب على سؤالك عن النوع المفضل لديه من الأسماك بأن الديرك هو ألذ الأسماك وأفضلها. ليس لديه وحسب، إنما لدى غالبية سكان تعز،
غير أن ارتفاع أسعار الأسماك بشكل عام وصنف الديرك على وجه الخصوص جعل المتسوقين يقبلون على النوع الغويزي المعروف بسمك الثمد باعتباره النوع الثاني في قائمة التفضيلات من الكائنات البحرية عند أبناء تعز. زي الثمت، الديرك، القحش، البياض، هذه من أنواع الأسماك التي تباع في تعز، وأغلب الأسماك التي يفضلها المواطن الثمت دون الغويزي، وهذا أكثر سمك يمشي طبعا، تحصيله المواطن لا يستطيع بسبب ارتفاع سعره يصل كيلو إلى 10,000 ريال. هذا الديرك طبعا حق المخاوف أقل ميزته هذا، ولا المواطن أكثر ما يفضل طبعا الديرك أو القحش، الآن لا يحصل عليه ولا يوصل إلى أسواقنا إلا نادر بسبب ارتفاع الأسعار في السواحل طبعا. يقول بائع الأسماك في تعز أنهم يعتمدون في عملهم على موسمين لجلب الصيد إلى الأسواق، موسم الصيف حيث تكون وجهتهم سواحل البحر الأحمر وتحديدا المخا، وموسم الشتاء الذي يعتمد فيه الباعة على بحر العرب لجلب مختلف أنواع الأسماك. يمن بخيرة ملي بالأسماك، معنا بحرين طبعا وموسمين، موسم صيفي البحر الأحمر والموسم الشتوي البحر العربي، يعني معنا موسمين ومعنا خيرات كثير، ولو لم يوجد تصدير كثير يعني المواطن بياخذ بأرخص الأسعار. يشكو الصيادون من الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي الإنقلابية على تعز، وهو ما يؤثر على أسواق بيع الأسماك في المدينة ويتسبب في ارتفاع أسعارها نتيجة ارتفاع كلفة النقل الناتجة عن طول المسافات إثر الطرق البديلة التي يسلكها عاملو النقل لإيصالها إلى تعز. بدل ما تمشي المخا ساعة إلا ربع ساعة ونص، تمشي حوالي 6 ساعات 7 ساعات، بعده هيك تلعب برضو دي تعب مرة، حقيقة تلعب تريح بين مكان البوابير ولا الناس، يعني تنزل لمخا لعدن ترجع العارة وترجع المندب توصل للمخا ترجع نفس الكلام. كنا بالمخا تذهب باليوم مرتين الصباح وبعد العصر، الآن يوم واحدة لثلاثة أيام وتخطط التخطيط للذهاب إلى المخا طبعا. هذه أثرت على أسعار الأسماك بشكل كبير جدا، لأن صاحب البابورة والمصدر الذي يصرف حق 1,000,000 ريال أو 900,000 في ذهابه إلى حضرموت وعودته. بمقاربة بسيطة لمقارنة حجم نشاط السوق أثناء الحرب على تعز وبعد تحرير المدينة، يؤكد الكثير أن هناك فرق كبير في حجم نشاط السوق وحركة البيع والشراء فيه. طبعا في تحسن كبير من أيام الحرب، أيام الحرب كنا نعاني، حتى الأسواق كانت ميتة والناس خارج البلاد طبعا غير متوفرين، الناس هجروا البلاد، هجروا بسبب الحرب، الآن لاحظوا عودة الناس أكبر بشكل أكثر يعني. تحتاج تجارة الأسماك إلى ثلاجات تبريد لحفظ المنتج طازجاً بعيداً عن الحرارة المرتفعة التي تتسبب بتلف البضاعة، ومع انقطاع الكهرباء في تعز يلجأ الباعة إلى الاعتماد على قوالب الثلج لتبريد السمك والحفاظ عليه طازجاً صالحاً للاستهلاك والأكل. قد لا يكون النجاح في الجانب العلمي فقط وإنما في الجانب العملي أيضا، فصابر شاب من تعز وجد نفسه محصورا بهموم الغربة وصرامة القرارات ضد الوافدين ليقرر العودة إلى الوطن وخوض غمار الكفاح في الحياة. القصة التالية لنجاح الشاب في تحقيق دخل وفير ومستقر من خلال إتقانه وتميزه بعمل الخبز البلدي المعروف بالرشوش في واحدة من أشهر المخابز بتعز. Thank you.
على وقع أصوات الطلبات المتزايدة يسعى صابر أحمد ناجي الذي يعمل خبازاً بأحد المطاعم وسط مدينة تعز إلى إنجاز أكبر عدد من رغيف الخبز البلدي المعروف بالملوح أو الرشوش. ولعل ميراث المعلم صابر الذي يعمل على عجن وخبز ما يزيد عن 300 رغيف بلدي هو ما يمكنه من مواكبة كل طلبات الزبائن لهذا الخبز المعمول بالطريقة التقليدية المتميزة. أكثر من 500 وعليها ما أعتقد يعني ما عدوش يعني زي ما تقول هو كيسين نص والكيسين يطلع زي 180 حبة زي 300 زي 150 حبة هكذا. الملوح يحتاج حبة سوداء يحتاج عليها سمن حتى يطلع يعني تمام، بس إذا وقت الزحمة خلص عليك الشيء هذا تمشون بدون أي شيء بدون حبة سوداء بدون سم عادي. ما إن يحن موعد الغداء ظهيرة كل يوم حتى تمتلئ مخبازة ذياب الواقعة في السوق المركزي بالزبائن. وقتها يظهر صابر مهاراته الممزوجة بقدرات استعراضية في عمل هذا النوع من الخبز وبسرعة متناهية تمكنه من تقديم أقراصه الكبيرة والمميزة وبجودة متساوية في المذاق الشهي على طاولة المخبازة الشهيرة. التقيس حقه كده يكون ملوح من الساعة 11 والرطب حقه مكانه من الساعة 11:30 عشان يربط وبعدين يبدأ الطلبات من الساعة 12 حتى الساعة 2:30 يعني يبدأ العجين يخلص. والله الحرارة موجودة النار موجودة لكن واحد يتحمل الشغلة هذه ونحن على كثر الزبائن ما تقدر تبلد الشغل تجزع له لذة في الطعم وهو طازج واصل وهو طازج أصلا. والخبز هذا الرشوش له مميزات كثيرة مثلا في الحبة السوداء ما يسمى الحبة السوداء و يعني في أشياء كثيرة. يعتبر كذلك من تقاليد الأكل اليمني لأن أنا قد سمعت له في أي مكان غير اليمن وخاصة في تعز. يقول صابر أنه يعجن يومياً 3 أكياس من الطحين تقدر عبوة الكيس الواحد 50 كيلوغراماً ويستطيع خبزها للزبائن الذين يفضلون أكل السمك المشوي أو الموفى على هذا النوع من الخبز البلدي. نمشي الكيس من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 10:30 ورجع حوالي 2 كيس ثاني ونمشي نبدأ بالمغدى من الساعة 11:30 حتى الساعة 2:30 كده. للخبز الذي يصنعه صابر في تعز أسماء متعددة فيسمى بالخبز الملوح أو الرشوش وفي حالة كرس الرغيف باليد بعد خروجه من النار يطلق عليه بالخبز الرطب ولكل من الزبائن تفضيلاته. الخبز اللي عملنا عندي ملوح ملوح صغير ملوح دبل في مثلث في مخمس وفي رطب زي ما تقول الرطب هذا الكرس عندنا مكانه موجود معانا الرطب اللي يمشي بزيادة زي الملوح الدبل لكن الرطب هذا يعني الزبائن مطلوب عليها زيادة لأنه مع السماك مع السحاوي يطلع حلو أحسن من الملوح يعني أفضل. نظرا للمسافة البعيدة نسبيا للموفى الذي يستخدمه صابر في عمل خبزه الشهير فإنه يستعين بمساعد له ويتم التناول بينهما أقراص الرغيف بطريقة تلفت انتباه من يقف في انتظار تجهيز طلباته من هذا النوع من أرغفة الخبز البلدية. هذه لقطة زي ما تقول الموفى مساخر مني شوية حتى أنا طالع نازل من الدرجة هذه معانا درجة شوية هنا أتعب فيها شوية حتى اقول له تعال امسك جنبي حتى ارمي له في الخبز عشان يساعدنا من الفرن الثاني عشان يساعدنا ومشي الزبائن بسرعه. يؤكد الخباز الماهر صابر انه عانى من الاغتراب في احدى دول الجوار غير انه لم يجد متعته سوى في هذا العمل بجانب لهيب الموفى الذي يحترق بناره هو لراحه زبائن المخبازه التي يعمل فيها منذ زمن وتعود عليه بدخل ومردود وفير. المهنة هذه حوالي من عام 2007 حتى 2009 حتى خشيت السعودية جلست 10 سنوات حتى خرجت خروج نهائي من الكفيل طبيعي مخالصة حتى رجعت لعند الكفيل هذا حتى رجعت لعند عمنا هذا اليمني.
وتشتهر تعز بخبز الرشوش البلدي الذي يعطي للأكل مذاقاً خاصاً بنكهة يمنية لا تقارن مع غيرها من أنواع الخبز الأخرى. بصمات النجاح والكفاح، هذا نكون وإياكم مشاهدينا قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. نترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.